النهاردة عدد صلاة الجمعة بعد غياب 5 أشهر، لكن الصلاة عدت في المساجد الكبرى مش كل الجوامع في مصر، وعدت وفق إجراءات محددة وزارة الصحة حددتها وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف قالت الخطبة 10 دقايق، خطبة الجمعة ما تزيدش عن كده، وأيضا التباعد، سجادة الصلاة تاخدها من بيتك، لأن سجاجيد المساجد ممكن يكون عليها أتربة تنقلك فيروس الكورونا. هل الصلاة موجودة في كل مساجد مصر؟ الإجابة لا، لكن هناك تحذيرات شديدة في العالم كله بيكلمك على إنه كورونا عايشة معانا. النهاردة المستشارة الألمانية ميركل بتقول لك علينا أن نتعايش مع كورونا لأنها لن تختفي. دي مستشارة ألمانيا، رئيسة ألمانيا يعني، هي مش رئيسة الدولة يعني، هي بدرجة رئيس وزراء. وزيرة الصحة المصرية بتقول لك أنا بحذرك من التراخي، وبقول لك المؤشرات في حالة تزايد. هعرض لك صور لمواطنين مصريين على الساحل النهارده. طلبت من بعض الأصدقاء في الساحل كده، وكل واحد قاعد في القرية بتاعته يلقط لي كام صورة كده بس أشوف الدنيا عاملة إيه في الساحل. الصور دي النهاردة جات لي الساعة 3 العصر. أنت شايف الناس؟ طب إيه الوضع بعد أسبوعين؟ بص، كورونا مش موجودة في مصر، دي قناعة الناس اللي قاعدة في الساحل. الصور دي ليست من قرية واحدة، بل من أكثر من قرية، وبعض القرى دي شهيرة جدا يعني، يعني دي مش قرى شعبية يعني، لا قرى شهيرة بس ما أقدرش أذكر أسماء. طب إحنا هنعمل إيه يا أخوانا؟ وعندنا عالم بريطاني بيحذر وبيقول بشكل واضح فيروس كورونا سيظل معنا إلى الأبد. النهاردة المصري اليوم ناشر الخبر ده، فيروس كورونا سيظل معنا إلى الأبد. عند مؤشر كامل إصابة احنا النهاردة 200 وي، احنا طبعا كنا نزلنا لحد 82. عند رقم كام مجلس الوزراء هيبدأ ياخد إجراءات أكثر عنفا؟ أكثر عنفا يعني إيه؟ محلات تقفل 5، مفيش حد في الشارع من 5، لو الإصابات عادت لحد كام؟ ده طبعا كلام هيحدده رئيس الوزراء. خليني أروح لأمريكا وروسيا والقاهرة. هيكون معايا دكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، ومن روسيا الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض البطنة العامة، ودول هيشاركوني عبر زوم. وهيشاركني من القاهرة دكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عبر الهاتف عشان نعرف ونشوف الدنيا رايحة فين. التحية طبعا لضيوفي الأعزاء، واروح لدكتور هاني عياش. دكتور هاني بعد مساء الخير، الكلام اللي قالته مستشارة الألمانية النهاردة والعالم البريطاني اللي قال خلاص كورونا قاعدة معانا للأبد، ده كلام بالنسبة لي كمواطن ولا وأنا مش طبيب ولا دكتور يرعبني؟ هو أنا هعيش طول عمري تحت الضغط النفسي بتاع حاسب من كورونا، ولا هنعمل إيه؟ اتفضل دكتور هاني. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، واهلا بالمشاهدين، وتحياتي لكم جميعا. اولا قراءه المستقبل عن طريق اي حد كان طبيب او غير طبيب او سياسي شيء صعب، فكون ان انا اقول انه كورونا هتستمر او ما تستمرش، يعني هو منطقي انه اي فيروس زي الانفلونزا استمر معانا بقاله الاف السنين، لكن لما نيجي نبص على سارس او ميرسا نفس المجموعة اختفوا. ف
فبرضه ما نقدرش نبصم، ولكن هو طبيعي انه طول ما في فيروس موجود والبيئه موجوده فهو هيبقى مستمر. نعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. زي اي فيروس، بس ده فيروس معين، يعني فيروس له صفات جديده ما كانتش اتشافت قبل كده، وما كناش عارفين نشخصه ازاي او نعالجه ازاي، او حتى ادوات التشخيص ما كانتش بتدي 100% ادوات تشخيص، زي الرابيد تيست، زي التيست اللي بيعملوه البي سي ار او غيره ما بيديش نسبه عاليه، او حتى كل الامور. فهو ده فيروس غريب. نعمل ايه؟ هل هنتخض؟ لا ما نتخضش. هو الـ 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 احسن علاج للكوفيد هو الوقايه خير من علاج، هو الوقايه منه. ما هو وقايه، حضرتك بتاخد الوقايه وبرضه بتاخد الفيروس لسبب بسيط. ده مش كائن انا بشوفه بالعين المجرده، يعني مهما عملت من اجراءات احترازيه، واعرف ناس عملت اجراءات فوق الاجراءات واصيبوا بالفيروس. يعني بالظبط حضرتك، لانه 30 ل 60% من الناس اللي بيجي لهم الفيروس ما بيشتكوش. تصور حضرتك، ونسبه العدوى بتيجي قبل الاصابه بيومين لغايه 10 ايام بعد الاصابه. فقبل يومين ممكن حضرتك قاعد بتحتك بناس عاديه جدا وما عندوش اي شكوى، هو ما بيشتكيش بعد كده بس بيجي لك. ده نمره واحد. نمره اتنين، انه لو احنا بعدنا ال 6 فيتس اللي احنا بنقول اللي هو المترين، وغطينا التي زون اللي هي العينين مع المناخير مع البق، ولبسنا الماسكات بحيث ان ده يتغطى، وبقينا 6 فيتس، الفيروس لو ما لقاش ناس يدخل جوه جسمهم هيموت. فلكن زي ما حضرتك وريتنا الصور الجميله، الناس اللي منتشره على الشط، انا بعذرهم لان هو الفتره طولت قوي وهيتعايشوا معاه قوي، بس اتعايش وخليه اسلوب الحياه بتاعك اللي هو نيو لايف زي ما احنا نقول، او الحياه الجديده. الحياه الجديده ان احنا بنتعامل في مشكله حصلت، واحنا دلوقتي بقينا فاهمين اللي بيحصل ايه، وبقينا عارفين ان حتى نسبه الوفيات ابتدت تقل فينا، ان احنا ابتدينا نتعامل معاه، وحتى في مصر او في امريكا او غيره. فلازم نبقى اسلوب الحياه الجديد ان احنا نحافظ على الوسائل الوقائيه، ومعانا والفاكسينات. يعني الفاكسينز كلها طالعه اهو، قريب خالص ان شاء الله هتدي فتره حمايه. بس طبعا هو دلوقتي بقى بيسموها الجايو بوليتيكال فاكسينز، او الفاكسينات يعني السياسيه، انه اللقاحات اللقاحات السياسيه بالاماكنها، ده بيقول انا هجيب وده بيقول انا هجيب. بس طبعا الامور هتبقى كويسه جدا في 2021، لان الامور هتبقى احسن، ومفيش لقاح يعني لو ما جاب 70% نسبه نجاح، لو اي لقاح جاب 70% نسبه نجاح، ممكن نقضي على البانديميك. خليني اروح لموسكو مع الدكتور احمد سعد الدين، استشاري الامراض الباطنيه. دكتور احمد، بعد مساء الخير، عايز اقول لحضرتك الامل كان جميل جدا عندما أعلنت روسيا عن اكتشاف لقاح، لكن الغرب شكك وقال لا ده غير معتمد دوليا، ده لقاح سياسي الكلام ده. هل جرى تطبيق اللقاح اللي أعلن عنه الرئيس بوتين على كل المصابين بفيروس كورونا في روسيا؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وبدكتور رامي. طبعا اللقاح اللي ظهر في روسيا هو خد تسجيل للتصنيع في روسيا، يعني بمعنى ان هو خد التصريح من وزارة الصحة الروسية بالإذن للتصنيع، يعني الإذن لبدء تصنيعه على مجال واسع. طبعا الغرب بدأ يشكك، لان هما يعني ليها سببين. السبب الاول ان طبعا هم ما وصلهمش معلومات كافيه عن الفاكسين، سواء كان بقى علشان المنشورات اللي كانت بتتنشر كانت باللغه الروسيه، او هم ما طلعوش، او السبب الثاني هو طبعا زي ما دكتور رامي ذكر، وزي ما انا باكد الكلام، ان في نواحي سياسيه. لكن في نقطه احب اتكلم فيها هنا في بالنسبه لروسيا، المركز جماليا اللي هو مركز علوم الاوبئه والكائنات الدقيقه، ده مركز حكومي، يعني مش شركة أدوية، مش غرضه الربح. هو كان خد النسخة من الفيروس في أول الجائحة خالص، وبدأ يشتغل عليها شغل لتصنيع فيروس أو تصنيع لقاح أو تصنيع فاكسين.
بعد المرحلة دي يعني كان في شوية سرية على موضوع اللقاح الروسي، ومركز جماليا بدأ يبعت نشرات دورية عن طريق وزارة الصحة للأطباء بالتقدم في المراحل التجهيز الفاكسين أو تجهيز اللقاح والمراحل الاختبارات اللي تمت عليه. اللقاح يعني وصل لمراحل متقدمة لما تم إعلانه للرئيس بوتين، لما أعلن عنه هو أعلن عن تسجيله للتصنيع وليس إن هو خلاص هو ده اللقاح المعترف به في روسيا، لكن هو هيخش في مرحلة التالتة اللي هي مراحل التجارب السريرية على أعداد كبيرة من المتطوعين. وبالفعل بدأت المرحلة دي يعني مخطط لها على 40,000 متطوع، وبدأت بالفعل يعني يمكن امبارح أعتقد بدأت تتوزع على مستشفيات، لسه ما جلناش إحنا، لكن اتوزعت على بعض المستشفيات اللي هتشارك في التجارب المرحلة التالتة. لكن أنا رأيي الشخصي يعني أنا بقالي هنا 3 سنين في روسيا، رأيي الشخصي إن مركز جماليا مش مركز قليل، مركز قوي جدا، وهم كانوا ليهم سابقة في التطعيمات زي ما دكتور رامي اللي هو الميرس دكتور هاني اللي هو سوري دكتور هاني زي ما الميرس كان موجود واختفى، هم كان عندهم اوريدي لقاح للميرس وكان نفس الكونسبت او نفس فكره العمل. اللقاح الحالي هو اللي كان الميرس وهو من نفس العيله، فهم ما ابتدوش من الصفر، هم ابتدوا اوريدي عندهم بيس كويس او عندهم قاعده معلومات كويسه، اتبعوا نفس الخطوات. وما اعتقدش برضو ان الرئيس بوتين هيطلع يعلن حاجه زي كده وهو مش واثق. دعنا نرى وننتظر. هذهب لدكتور ماهر الجرحي من القاهره، نائب مدير حميات امبابه. دكتور ماهر بعد مساء الخير، لماذا عاودت نسب الاصابه في مصر الارتفاع خلال اليومين 3 اللي فاتوا؟ والله هو الارتفاع ما يعني ما هوش بالصوره اللي تقلق المواطنين، لكن هو انا كنت متوقعه نتيجه لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. لا اسمع، لا توقف بس، لا الارتفاع يقلق لما انت تقفز الضعف خلال يومين. لا يقلق، ارقام مش كبيره بس ده معناه ان بكره هيبقى 300 و400 و500. ما هو ده بقى هنقول الاسباب ايه وازاي نقدر نتلاشى هذه الزياده في الاعداد. احنا انا كنت متوقع وقلناها كذا مره في كذا مداخله ان عدم الالتزام في عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف والشواطئ اللي اتملت بالناس بعدم مع عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والافراح اللي تمت، وانت عايز سعادتك يعني ينتج عنه ايه؟ اولا في يعني انتم سايبين كل يوم تقريبا بنتكلم عن الكورونا، وخلي بالكم الكورونا، وخلي بالكم من مضاعفاتها، وخلي بالكم ان ممكن تزيد الاصابه لو احنا ما التزمناش بالاجراءات الاحترازيه. بيحصل مش بيحصل كل يوم؟ بيحصل طبعا. لكن هل سعادتك من وجهه نظرك شايف ان في اتخاذ سليم من قبل المواطنين في الاجراءات الاحترازيه؟ لا. يعني ممكن سعادتك تقدر تبص على الشواطئ اللي موجوده في الساحل الشمالي والغردقه والعين السخنه، تلاقي تقدر الحكومه تاخد قرار باغلاقها، دي شواطئ خاصه. لا هو بص يا باشا، احنا مش عايزين يعني مش عايزين برضو يعني نتخذ اجراءات حازمه بحيث ان يعني المواطنين يحسوا ان في يعني احنا برضو عشنا برضو فتره طويله في اجراءات احترازيه صارمه، لكن احنا عايزين نبتدي تدريجيا، يعني مش نفتح قوي ولا نقفل قوي، نفضل. طب هل تتوقع دكتور ماهر الارقام دي توصل ل 1000 اصابه يوميه؟ لا قريبا إن شاء الله. لو استمرت المعدلات كده والشواطئ مفتوحه ان شاء الله من خلال البرامج بتاعه سعادتكم، الشعب بيبتدي او المواطنين بيبتدوا يتداركوا ان في خطوره عليهم من الاصابه مره اخرى. لكن انا عايز بقى اقول لحضرتك حاجه صغيره. اتفضل. قوه الفيروس نفسه، فيروس كورونا، قلت يعني حتى لو تمت الاصابه بتبقى بصوره مش زي الشرسه اللي كانت موجوده في شهر 2 و3 و4. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الخطورة كلها ماشية في سياق الشباب اللي هو عبارة عن اللي هو بيقعد على القهاوي كتير، وطبعا بيحبوا يتجمعوا بصورة كبيرة وما بيبانش عليهم علامات اللي هي بتمثل حوالي 30-40% أو 50% من الكورونا، لأن احنا قلنا في اسيمتوماتيك كورونا اللي هو العيان بيبقى كارير ولكن مش حامل عليه أي فيروس. نعم. أنهي واحد بيبقى أخطر بقى في القصة دي؟ هو هذا النوع من الشباب.
اللي هو بيبانش عليه أي أعراض وبينقل الفيروس للناس اللي عندها ريسك فاكتور، الناس اللي كبار في السن. أروح لنيويورك وأروح لدكتور هاني عياش بعد مرور 4 أو 5 شهور من انتشار فيروس كورونا في العالم كله، هل نقدر نقول علميا النهارده نجحنا ان احنا نتعرف على هذا الفيروس، نقدر نتكلم عنه علميا، عندنا تاريخ عنه، نبدا نقول في خلال فتره قد كذا هنصل الى لقاح لي؟ يعني اكيد المجهول اصبح معلوم على الاقل بمرور 5 شهور يعني. تمام يا استاذ محمد، هو طبعا احنا عرفنا كتير قوي، حتى مسماه كان انه اسمه سارس او المتلازمه لالتهاب الجهاز التنفسي، حتى انا قلت قبل كده انه حتى التسميه بتاعته خطا، يعني ده من وجهه نظري انه هو ما بيصيبش الجهاز التنفسي بس، ده بيصيب اجهزه الشرايين وبيسبب جلطات، وبالتالي ونسبه الالتهابات اللي بتبقى موجوده احنا عرفناها من تدخلات بعض الادويه اللي احنا اديناها زي مضادات التجلط وزي الكورتيزونات وزي التدخل وزي البلازما، حاجات كتيره جدا قللت المضاعفات والوفيات زي ما احنا بنتكلم. اتنين، انه حتى وسائل التباعد الاجتماعي كان الاول مش الناس مش فاهمه يعني ايه، تعمل تلبس ماسكات تبعد عن بعض، كل ده قلل برضه. فاحنا ابتدينا نفهم انه المرض هو مرض مش طبيعي، ما جالش قبل كده. الناس اللي كانوا اول ما جه كل الناس كريت قعدت تشتغل، جابت فنتليتورز واجهزه تنفس صناعي، وطلع الموضوع مختلف. يعني ان اللي بيدخل هو 80% من الناس بتخف لوحدها، 20% بيدخلوا المستشفى، 5% بيدخلوا العنايه، ونسبه 40 ل 60% من 5% دول هم اللي بيموتوا نتيجه المرض اللي هو السد الرئوي. فاحنا عرفنا شكله ايه، المستقبل بتاعه، كل حاجه ابتدينا الفاكسين، اللقاحات لما تطلع هتجيب نتائج كويسه قوي، لانه زي ما احنا اتفقنا برغم اختلافاتنا على اللقاح الروسي، لان اللقاح الروسي ما دخلش في حاجات، يعني بغض النظر مين اللي بيقول عليه او رئيس الجمهوريه، او احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم علميا لازم يمشي بالستبس بتاع. طيب في وجهه نظر بتقول بتاع ان الفيروس ضعف وبقى اقل فتكا، هل ده حقيقه؟ الفيروس، اي فيروس بيتغير وبيتحول بكل سنه، عشان كده احنا بنعمل فيروس الفاكسين بتاع الانفلونزا، بس الفاكسين بتاع الانفلونزا بنغيره كل سنه لانه الفيروس احيانا بيتحور. كان في بعض التحورات موجوده في انجلترا، 182 تحور كان على نوع من شهرين كانوا، وكان في لندن، وكان هنا في امريكا كان حوالي 26، وكان في 2 قالوا واحد من الجنوب واحد من فوق، فكل مادة بيتحوروا. بعدين الفيروس بيدخل جسمك مش عشان يقتلك، وعايز يعيش، وكمان واخد بال حياتك يعيش ويعيشني جنبه، انما ده هو بيعيش ويموتني جنبه. يعني ما هو دي المشكله، انه كان جسمنا غير متعارف عليه، يعني زي الانفلونزا دلوقتي لما حد بيجي له انفلونزا نسبه الوفيات بتقل، ما بتموت، ما بيموتش زي لما يجي لك. انت قصدك حضرتك نسب الوفيات مقارنه بنسب الاصابات بقت في تراجع، يعني فأقل، لان احنا عرفنا اكتر عن الفيروس، وبعد كده ابتدينا جسمنا ممكن يبتدى يتعود على الفيروس، وبالتالي وحتى احنا لسه ما عندناش علاج للفيروس، ما فيش دواء تقدر تاخده يعالجك، حتى البروتوكولات اللي موجوده في العالم كله وفي مصر اللي بياخدوها قبل المستشفى لم يثبت اي حاجه. طب دكتور هاني، هتظل كطبيب تقول لحد امتى للمواطن العادي اللي زي حالاتي مفيش دواء لحد النهارده عرفنا نوصل له؟ لا، في تطورات في الادويه دلوقتي يا استاذ، يعني الايدز لغايه دلوقتي احنا بندي حاجات بنقلل الفيروس، نسبه الفيروس جوه الدم لغايه ما، والناس بتتعايش معاه، وده بس الايدز مرض مزمن. اما ده احنا دلوقتي يعني لما بيجي العيان وبيبتدي يتعامل معاه، وحتى الفئه العمريه ابتدت تختلف، بس احنا نامن ان ما، لا احنا ما شفناش لو جه مرة تانية ومصاحب للإنفلونزا هيحصل إيه؟ لأن دي هتبقى مشكلة بقى، لأنه إحنا العيان هيجي يشتكي بنفس الشكوى بنفس الأعراض، وإحنا مش عارفين هل دي إنفلونزا. قصدك مع دخول الشتاء بقى؟ مع دخول الشتاء، ودي ده الناس اللي إحنا كنا كده اتكلمنا على الموجة التانية، هل ده هيحصل إن الفيروس هيتحول يبقى أشرس؟ وأنا لا أعتقد، ولكن هل الفيروس هيبتدي يبقى أحسن ولا؟ وبعدين إحنا لو عندنا لقاحات زي ما قلت حضرتك، لو لقاح جاب نسبة نجاح 70% سنقضي على هذا الجائحة. هروح لدكتور أحمد سعد الدين من موسكو، آسف دكتور هاني للمقاطعة، وعايز أسأله
الفرق بين اللقاحين اللي اعلنت عنهم روسيا، لانهم اعلنوا النهارده بوتين ايضا بيقول لك لا ده في لقاح جديد بيتم الكشف عنه، وان العلماء اخبروني انهم نجحوا في الوصول الى لقاح تاني. هي القصه هنا مش يبقى في اول وتاني وتالت، المهم سلمني حقنه ولا لقاح اعرف الدواء بيه، ولا ايه رايك؟ صح يا فندم. هو طبعا في لقاح، هو كان في لحد شهر مايو اللي فات كان في 54 لقاح مقترحين كانوا شغالين عليهم كذا مركز بحثي. اللقاح الجديد ده مركز فيكتور، وانا يمكن اتكلمت عنه قبل كده. مركز فيكتور هو مركز سيادي، مركز بحثي سيادي في روسيا، موجود في مدينة نوفوسيبيرسك، وهو يعني مختص بالفيروسات وعلوم الفيروسات والمجال ده. يعني اللقاح ده بدأ تطويره من بدري برضو تقريبا في نفس وقت مركز جماليا، وكان التجارب عليه مشيت المرحلة الأولى أو فيز 1 فيز 2. دلوقتي احنا داخلين في فيز 2، المرحلة الثانية. فيز 2 دلوقتي هيتم المرحلة الثانية، سوري، دلوقتي بدأوا خدوا الترخيص للمرحلة الثانية، لأن كل مرحلة بيبقى ليها ترخيص من وزارة الصحة، وبدأ على 300 أو هيكون نهاية المرحلة دي هتبقى على 300 متطوع، وفي نوفمبر بيقولوا إن هتكون الاختبارات كلها خلصت حتى بالمرحلة الثالثة، وهتبدأ إنتاجه في نوفمبر. ده الكلام المعلومات اللي موجودة عندنا يعني. لكن بالنسبة للقاحين، هو الفروق بينهم زي ما حضرتك قلت، يعني احنا محتاجين لقاح يكون فعال، وهو ده الكلام اللي قالوه هنا في وزارة الصحة. يعني هم بيقولوا احنا تقديرك دكتور احمد يعني الخلاصة في خلال كم اسبوع هيبقى في طرح في الاسواق العالمية لاحد اللقاحات؟ هو دلوقتي مش هنقول انه هيطرح للاستخدام، هو اللي موجود دلوقتي اتفاقيات تمت مع وزارة الصحة، ودي اعلان برضو عنها ان هيتم وزارة الصحة الروسية وزارة الصحة الروسية ان هي هتعمل المرحلة الثالثة الاختبارات السريرية، هتبقى في كذا دولة في العالم مش هتبقى في روسيا بس. يعني لسه في مرحلة التجارب السريرية. بالظبط، احنا دلوقتي في المرحله الثالثه للقاح، ما انا عشان كده كنت بوضح يعني كنت عايز اوضح النقطه دي، ان اللقاح تم تسجيله للتصنيع مش للاستخدام. يمكن دي اختلطت على البعض، وفي وعشان كده في دول كتيره شككت، او بعض الناس شككت ان احنا خلاص بنقول اللقاح ده جاهز للاستخدام. لا، هو مش جاهز، هو احنا في المرحله الثالثه حاليا، هيتم اختباره على عدد كبير في دول كتير من العالم، 27 دوله اعتقد، وبناء على النتائج السابقه هم متاكدين الدول اللي طلبته، منها دول عربيه على فكره، يعني السعوديه والامارات منهم يعني، والاردن يعني مش 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 فاكر الاسماء بالظبط كلهم، لكن في 27 دوله هيعملوا التجارب السريريه اوريدي عندهم اللي هي المرحله الثالثه، وبعد ذلك طبعا هيبقى هياخد التصريح، ومنظمه الصحه العالميه خدت الملف ومتابعه الموضوع. خليني اروح لدكتور ماهر الجرحي نائب حميات امبابه، وعايز اقول له دكتور ماهر، اول ما تم الاعلان عن فيروس كورونا ال 100 مليون في مصر، يعني هجوم كبير على الكحول وكله لابس كمامات، بص ما ولا بنسلم على بعض ولا بنبوس بعض، حتى الرجل ومراته كل واحد بقى في شقة لوحده مش في سرير واحد. لكن النهاردة لا، الدنيا رجعت بيس وزي الفل، وبنبوس وبنحضن وبنعمل أفراح والدنيا حلوة. يعني هل الإجراءات الاحترازية تغيرت؟ يعني هل ظهرت إجراءات جديدة علمية تنصح بيها الناس مثلا؟ بص يا باشا، هو القصة كلها ان لما عدد الإصابة قل، في سبب الكورونا قال، وكان طبعا الوزارة أعلنت هذا، الشعب خد يعني خدوا أو فهم القصة بطريقة جديدة، اللي هي خلاص الحمد لله الدنيا بقت كويسة وما فيش إصابات، وعدد الوفيات قلت وعدد الإصابة قل في المستشفيات وخاصة الحميات، فكده الدنيا بقت بيس وزي ما سعادتك قلت بالظبط. لكن الارتفاع اللي حصل ده لابد من يوجهنا إحنا جرس إنذار. برافو عليك، ده جرس انذار ان في مشكله يا جماعه هتحصل لكم نتيجه لعدم التزام
ونسيانكم ان في كورونا خلاص. انا حاسس المواطنين حسوا ان الكورونا خلصت. وبعدين على فكره مفيش موجه تانية، احنا لسه ما خلصناش الموجه الاولى عشان نقول في موجه تانية جايه. الموجه التانية لو جت هتيجي في فصل الشتاء لتغير المناخ، دي حاجه. وزلتحمت الكورونا مع فيروس الانفلونزا زي ما بيقول دكتور هاني عياش، ده هتبقى مشكله بقى. ده هتبقى مشكله كبيره طبعا، لان احنا دلوقتي بس اللي انا عايز اقوله ان يعني اللي في ايدينا دلوقتي ولا فاكسين ولا اي فاكتورز موجود الا حاجه واحده، التباعد واتخاذ الاجراءات الاحترازيه. ده فيروس كورونا هو هيحل لنا القصه بنسبه 60%. 60% بمعنى ايه؟ بمعنى احنا عايزين نلجا زي ما كنا في شهر 2 و3 و4 كان لسه الفيروس موجود معانا، علشان نقدر نتلاشى زياده الاصابه وزياده عدد الوفيات الموجوده وخاصه في كبار السن. يعني يظل التباعد الجسدي هو افضل وسيله، يعني واحنا بنصلي بينا متر مربع واحنا قاعدين على القهوه وكافيه بين كل ترابيزتين. بس انا اسف يا باشا، ما بيحصلش. انا كذا مره خلال يا باشا يعني انا عرضت صور يا دكتور من الساحل، حطوها شباب تاني يعني الناس، سيبك انهم يعني لا خلاص نسوا ان في حاجه اسمها كورونا، فده هيبقى فيها يعني على الوزاره وعيب علينا وعيب على كل المستشفيات، ومش صحيح. عايزين نرجع زي الاول. الحمد لله احنا في زياده، لكن يعني ربنا ما يورينا الايام اللي شفناها. فالقصه كلها يا يعني توجه من خلال برنامج سعادتك ان لازم نلجا كاننا لسه ما خلصناش خالص منها، وبنناشد كل المواطنين اتخاذ الاجراءات الاحترازيه زي ما كنا ماشيين، علشان نحمي اولادنا ونحمي ابهاتنا ونحمي اجدادنا. لان القصه كلها انا بقول ان كورونا ما لهاش كتالوج، فيروس كورونا ملوش كتالوج. صحيح. انا دايما اقول الكلمه دي ليه؟ لان للاسف ممكن حد يجي فيروس كورونا بيبقى شرس عليه نتيجه لوجود عوامل اخرى موجوده عنده بتاثر على جهاز المناعه. يعني تلاقي سعادتك واحد مثلا عنده 60 سنه وديابيتك وهايبرتنشن مثلا وكورونري هارت وكسور في الشريان التاجي، ويجي الفيروس يقضي عليه، وفي واحد تاني زيه يطلع منها بسلامه وزي الفل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جهاز المناعه بيختلف في مواجهه فيروس كورونا من شخص لاخر، وبيختلف من واحد لاخر. طب احنا ليه نعرض نفسنا لحاجه زي دي؟ احنا نلجا للاجراءات الاحترازيه لعدم التعرض لزياده في نسبه الاصابه ولا زياده نسبه الوفيات. طيب وكفايه الوزاره عاملاه، وزاره الصحه عامله اكمل وجه، يعني احنا نجحنا بنسبه كبيره جدا جدا جدا. وانا يعني بختم حواري مع حضراتكم، هروح لسؤال اخير لدكتور هاني. كان في ابحاث دكتور هاني حوالين علاقه فصيله الدم بشراسه الفيروس وقوه تاثيره، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ولو صحيح هل في اي جديد؟ وايه علاقه فصيله الدم يعني؟ هي كانت في بعض ابحاث على فصيله ام، وطبعا هو في بعض الناس زي الرجاله والستات في حاجات كتير قوي طالعه جديده ان هو فصيله او اكتر، ده اكتر ايه؟ اكتر اصابه؟ اكتر لا اقل في ال وهل الست عندها وقايه اكتر في الهرمونات؟ الفيروس زي ما اتفقنا حضرتك في كتير حاجات كتير قوي نعرفها عنه، ولكنه فيروس انتقائي. اللي هيدخل في جسمه هيأذيه اللي هيدخل في جسمه هيطلع. حتى دلوقتي الايرز اللي طالعه حضرتك بتنشر الصور دي في فلوريدا تحت، هتلاقي نفس الشواطئ نفس القصه في مصر. عملوا كده برضه. هي بس في الرسول عليه الصلاه والسلام كان امرنا انه نعامل الناس على قدر عقولهم. لما نيجي نوجه التوعيه الصحيه كل شعب بيختلف عن شعب اخر. صحيح. وكل واحد عنده عصب لما طب نعمل ايه في مصر يا دكتور هاني؟ نعمل ايه؟ لابد من مش موضوع دعايه بقى. انت لو قلت لي لو جيت قلت لحضرتك دلوقتي بطل السجاير المؤذيه هتقول لي اوكي وهيشربها، واخد بال حضرتك؟ ازاي نبقى عندنا طرق بنسميها اوت ستاندنج، يعني او خارج الصندوق، ان انت تتخاطب مع الناس، تتكلم مع ناس، نوعيات توعيه. وحضرتك بتكلم ده بنعرض حاليا صور وفيلم عن فلوريدا والشواطئ بالزبط. في فلوريدا ما هو دفعوا الثمن، ما هو نزل نسبه الوفيات عاليه جدا عندهم بعد كده. وبعدين خدوا بال حضرتك برضو انه اي حاجه بتحصل، يعني دلوقتي اي هم نزلوا الشواطئ بعد اسبوعين توقع الى ثلاث اسابيع توقع ان زياده نسبه الوفيات، ولكن هي لابد من مخاطبه الناس على قدر عقولهم. ازاي؟ انه لو التوعيات مش التلفزيون بس كفايه، في ناس لازم تعرف تدخلهم، لازم تقنعهم. اي بي سي عشان واحد يسمع كلامك بنسميها كاب. طب وانا بختم يا دكتور هاني، قول لي كمواطن 1 2 3 اعمل ايه؟ كمواطن النمره واحد
التزم الماسك زي ما انا قلت المره اللي فاتت اسلوب حياه لغايه ما نرضي على القصه. اه ولازم مع الماسك وانت دخلت في اماكن مغلقه ارجوك لو حاجه ممكن ايه برضو تبقى تاخد بالك من عينك لانه ممكن يدخل عن طريق عينك، وده احنا الكلام ده قلناه من كذا شهر. نمره اثنين جميل سلم على الناس كده زي ما احنا بنعمل اوكي. روح شغلك وعيش حياتك واستمتع بوقتك، بس خد بالك من الوسائل الوقائيه دايما، خليك دايما في ايدك تغسل ايدك بصفه مستمره لانهم. طب الماسك ده بيقعد على وشي قد ايه؟ يوم حسب هو الماسك هو في ماسكات كتيره قوي، خدوا بالكم كل الماسكات اللي انا بشوفها الناس لابساها دي، ده انت بتحمي الاخرين بس ما بتحميش نفسك اوكي. يا نهار ابيض ايه الكلام يا دكتور هاني بقى، هتخليني ازعل منك في نهايه الحلقه. لا حتى الماسك اللي فيه فلتر، يعني حتى الماسك اللي فيه فلتر بيسموه الماسك الاناني. طب انت عايز ايه الماسك الصح يعني؟ هو المفروض الماسك بيبقى عشان تحمي نفسك وتحمي الاخرين. كل يعني حضرتك لو دخلت اوضه لازم كل الناس اللي موجوده تكون لابسه ماسكات، لا هو هيعديك ولا انت تعدي. لما تجيب نوعيه معينه من الماسكات اللي احنا بنلبس، احنا عندنا نوعيه اللي بيسموها N95 بالظبط حضرتك، دي ونسبه 95% وقايه، اسمه 95 95% وقايه. ولكن دلوقتي WHO والCDC طلعوا حتى الماسك بتاع الهدوم العاديه لو كذا لاير بيحمي، بس خدوا بالكم انه لازم كل الناس لابسه، لانه انت لو لابس وهو مش لابس هو هيعديك وانت مش هتعديه، واخد بالك؟ نعم. فلازم اي مكان مغلق، وعيشوا حياتكم بصفه طبيعيه بس التزموا بال هروح لدكتور احمد سعد. دكتور احمد سعد، اجراءات اخرى ينبغي علينا ان نتخذها، ورساله للجنه المسؤوله عن مكافحه فيروس كورونا في مصر، هل مفروض نطلع كارت احمر للشعب او ما شابه ذلك؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت الاعلام مهم جدا جدا جدا، لان الناس يعني بدات تاخد الموضوع باستسهال شويه. هنا في روسيا او في امريكا او في المانيا ليا اصدقاء، الناس بدات تاخد الموضوع باستهتار. طبعا هي الوقايه اول حاجه، الماسكات فعلا على اقل الماسكات حتى اللي هي المنزليه او الماسكات الطبيه بتدي الى حد ما وقايه، بس على شرط فعلا زي ما دكتور هني قال ان هو يكون الناس كلها لابساه. التباعد في الاماكن الازدحام يعني نحاول نقللها شويه، الاختلاط ان احنا نحط في بالنا دايما ان الفيروس لسه موجود، وان احنا ما تخطيناش مرحله اللي هو ان احنا نريح. يعني يمكن الاعداد قلت لسببين، ان الفيروس زي ما الساده الزملاء قالوا انه الفيروس بدا الجسم يتعرف عليه وحدته بدات تقل. السبب الثاني ان كان في فتره كبيره قوي للعزل، دي قللت برضو الانتشار وقللت الاعداد. الحكومه المصريه يعني انا شايف انها قايمه بدور كويس جدا. يمكن احنا لغايه دلوقتي، احنا دلوقتي المساجد والكنائس والحاجات دي كلها فتحت في كل حته في العالم، يمكن مصر متحفظه شويه ودي حاجه نقطه كويسه. الشعب يعني اهم حاجه هي توعيه الشعب بالنقط، حتى لو ادينا بنعمل ده يا دكتور. خلينا نروح لدكتور مارك جرحي. ده شيء هايل. دكتور مارك جرحي، شايف الحكومه هتتشدد في اجراءاتها الفتره القادمه ولا الدنيا هتمشي زي ما احنا كده؟ لا والله احنا ماشيين بمعدل كويس بالنسبه للقرارات. كلمة معدل كويس يعني ايه؟ انا شايف ان الحكومة بتتناسب تناسب طردي مش عكسي. بمعنى ايه؟ ان احنا دلوقتي هنبص على عدد الاصابة. عدد الاصابة لو زاد، انا شايف ان الحكومة هتاخد اجراءات احترازية اكبر من الاول، وهتعمل تباعد بصورة طبعا بصورة لازم تكون صارمة عشان ما نتعرضش للجائحة اللي كنا موجودين فيها، وان شاء الله مش هيحصل. لان انا قلت شويه من ساعتك من شويه ان قوه الفيروس نفسها قلت، يعني شراسه الفيروس اللي كانت موجوده انا مش موجوده طبعا دلوقتي، ودي ليها عوامل كثيره عايزه حلقه لوحدها. فالقصه كلها ان شاء الله بدون ما اقطع احنا هنلجا للتوعيه زي ما احنا من خلال البرامج بتاعتكم الناجحه، في ان المواطنين يعرفوا ان احنا خلي بالكم في ترمومتر موجود معانا 24 ساعة، الترمومتر ده عبارة عن وزارة الصحة وناجحة جدا 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 في البلان بتاع مكافحة العدوى وصراحة في البيانات. يعني اتفق مع يعني دكتور ماهر، وخليني في نهاية اللقاء بشكر ضيوفي الأعزاء عبر زوم،
دكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور أحمد سعد الدين استشاري الأمراض الباطنة بموسكو، شكرا جزيلا لحضرتك. ومن القاهرة عبر الهاتف دكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، خلوا بالكم، شكرا طبعا جزيلا لحضراتكم. خلوا بالكم الفيروس بينتشر أو يعاود الانتشار، ما بنقولش موجة تانية بس المؤشرات عمالة تزيد. هطلع فاصل، بعد الفاصل عندي فقرة هموم الناس، بس على بال ما اطلع فاصل شوفوا هذا التقرير اللي عملناه النهاردة فريق إعداد المصري أفندي عن القيادي بجماعة الإخوان اللي تم إلقاء القبض عليه النهاردة في ضربة أمنية موجعة للجماعة الإرهابية القيادي محمود عزت، وبعد نطلع فاصل. بعد مرور نحو 7 سنوات من الهروب وشائعات حول تسلله إلى خارج مصر، سقط محمود عزت عضو مكتب الإرشاد والقيادي الأخير لجماعة الإخوان والقائم بأعمال مرشدها العام، بعد أن استعضته الأجهزة الأمنية من إحدى الشقق بالتجمع الخامس. يعد عزت الشخصية الأكثر غموضاً داخل الجماعة الإرهابية، فهو المرشد المؤقت وصقر الإخوان الصامت المنسوب إليه إدارة آلة العنف والإمساك بزمامها. تولى محمود عزت مهام القائم بأعمال مرشد الجماعة عقب سقوط حكم الإخوان إثر ثورة 30 يونيو، ليصبح هو المسؤول الأول عن الجناح المسلح بالتنظيم والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، وأهمها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015 واغتيال الشهيد العميد وائل طحون عام 2015 واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي عام 2016، وكذلك محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام عام 2016، والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطناً وإصابة 47 آخرين، إلى جانب إشرافه على النشاط الإخواني والكتائب الإلكترونية التي تتولى حرب الشائعات ضد الدولة وإدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له ودعم وتمويل منظمات دولية مشبوهة للإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية من خلال عناصر التنظيم بالخارج. ويواجه صقر الجماعة الذي سقط أحكاماً غيابية في العديد من القضايا، منها أحكام بالإعدام في قضايا التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، السجن المؤبد في قضية أحداث مكتب الإرشاد وأحداث الشغب والعنف بالمنيا، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.